مناسبة السنة إلى طابع مختلف، فلبنان عم بيمر بمرحلة من الفراغ المستشري بمعظم مؤسساته الحيوية، وهالفراغ عم بيساهم بتيئيس مبرمج للمواطن اللبناني وفقدانه الأمل بالبلد وبمستقبله بالبلد. بظل هالظروف تبين معنا أنه العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الوطني هو المبادرة الفردية للبناني يلي ما بيزهق وما بيمل وبيضل عنده أمل بالمستقبل. عودنا البلسي بتكريم النجاح والإبداع والتفوق عبر تقديم جوائز لنخبة من النساء ورجال الأعمال اللي الناجحين بأعمالهم واللي بتم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم مستقلة عن المصرف وتتميز بخبرات عالية. بحب أكد أنه البلسي حيضل يساهم مساهمة فعالة بتمويل أحلام وأمال اللبنانيين بغد أفضل. بحب أدعي كل شخص عنده شك أو تردد يحط شك وتردده على جنب ويتقدم إلى البلسي، وحيلاقي بكل فرع من فروع البلسي فريق محترف وأذان صاغية مستعد لتلبية حاجته. وأنا واثق أنه حفلتنا اليوم ما هي إلا دليل على إيماننا بقدرات اللبناني بالنجاح، كما هي أيضا دليل على نجاحنا من خلال ثقة اللبناني بمصرف. بالختام بحب أتمنى لكل مين عم بيشارك معنا اليوم بالبريليانت لبنانيز أوورد التوفيق، وإن شاء الله عقبال كل سنة.